اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشوفوا اليوم ان شاء الله فيديو جديد شقق جداد مازال الله وجدوا التيتات راه موجودين تبارك الله ما شاء الله. المساحه 89 مترو. لكن تواجدوا في مدينه حد سوالم، عندك كل ايطاج عندك شقه، عندك رخام في الدروج. كنت واجدو في ثلاث غرف، المطبخ، الصالون، وجوج ديال الحمامات والسيجور. يا سلام تبارك الله ما شاء الله، خدمة نقية وفي صالة ممتازة. الدار كلها بالسباقة ديال الخيال. هنا كنلقاو جلسة شكل إل على اليمين، كنلقاو الحمام ديال الضياف. تبارك الله ما شاء الله، الواجهة جديدية وخدمة نقية، الثمن راه جد مناسب. أنا حاليا دابا حاليا كنشوف في البروميال في الطابق الأول، ومازال كيتوفر عندنا في جميع الطوابق. المدخل ديال الشقة كيعطاك باب بلاندي ديال تركيا، كل غرفة بالدرية ديالها وبالديت وبالسبوس، وجميع الغرف اللي جاو كبار تبارك الله ما شاء الله. على اليمين كنلقاو الحمام، غنشوفوه هو الأول. يمكن لك تسيباري الدوش بالجاج. الحمام جا كبير مجلش تال بلافو. هنايا عندك الفاسك بالمراية ديالو، بالنسبة للثمن ديال البروبيال 55 مليون قابل للتفاوض. في الطبق الأرضي 53 مليون قابل للنقاش والطروازيام. بالنسبة للدوزيام إيطاج 54 مليون قابل للنقاش. كنلقاو قدامنا الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله، تو مخدوم بالليد لي سبوس في البلافو. الشرجم على الواجهة فيه 160 على 120. كتبعد لمدينة الدار البيضاء 24 دقيقة، دار بوعزة قطماريس سيد رحال 10 ديال دقيق. الصالون لي جا كبير فيه 6 مترو على 3. هنا كنلقاو موبيل تي في، كما شفنا الصالون. هنا يكون فاس معنا كنلقاو سيجور. المدخل ديال الشقة حاليا لي أونفاس مع الصالون. هنا عندك جوج ديال السريجمات مضوين على السيجور. هنا كنلقاو المطبخ وجوج ديال الغرف، والغرفة الثالثة على المدخل ديال الشقة على اليسار. ان شاء الله دابا غنشوفو السويت. ونفاس معنا كنلقاو البلاكار. على اليمين كنلقاو الدوش. عندك 7 مليون ديال الدعم، والثمن راه جد مناسب ديال 55 مليون وقابل للنقاش بالنسبة للطبق الأول. هنايا عندك الليت لي سبورتس بطرية في البلافو. هنايا عندك الباركو. بالنسبة للطروازيام 53 مليون سنتيم وقابل للنقاش. هنايا عندك مطبخ،
عندك رخام مقشور بالحوت، بلاكارات بجوج الالوان، عندك دوبل كاسكيت، بلاكارات من الفوق سلتات، وزائد عندك حتى الباركو. عندك هنا بلاصة الثلاجة، كوزينة مكتومة بالستيكو في اللون الأبيض، كما شفنا المطبخ. غادي دابا نشوفو الغرفة النوم الثانية ديال الوليدات، حتى هي بالدرية ديالها. عندك الليد لي سبوت في البلافو، صباغ ديال الخيال، قرب من جميع المرافق العمومية. كما شفنا الغرفة ديال الوليدات، مازال لنا الغرفة الثالثة. هنايا عندك الغرفة الثالثة اللي جات كبيرة، كتفرج كالصالون، طيب الليد لي سبورت بطرية ديالها البلافو مع الصباغ ديال الخيال، الشرجم ديالك كيشوف في العكور، الشبش ديال الصباح وديال العشية. لكن كيما شفنا جميع الغرف والصالون والحمامات والمطبخ، غادي ان شاء الله دابا نشوفو المدخل الرئيسي ديال هاد الشقة ديال العمارة. المدخل هو هذا، هنا عندك الرخام، المدخل حاليا هو هذا. بالنسبة للطبقة هذه مزوزة بخمسة ديال الدريجات، كل درجة فيها 30 سنتي. صراحة خدمة نقية، كما شفنا جميع الغرف. غادي نقول لكم عناكم الله وحبكم في الله، الله يسخر الجميع.